اسمي رفيعة عناد عندي 32 سنة عايشة في بيت من الشعر اي خلاص لا هذه في هذه التدفئة مركزية عندي المشكلة احنا الحطب عندنا هذا من ولعوا هذا تبع نار الجدعي والغفر عندي أربع بنات عنديهم بالدنيا كامل الكبيرة عمرها 13 سنة أصغر شيء 3 سنوات أنا درست صف خامس وروحت من تصير البنت صف خامس أو سادس خلاص روحوها من المدرسة عيب هسه مثل البنات هذول مو حرام شبابهن يضيع بدون عمل بدون دراسة بدون أي مهنة إحنا عندنا أحب إني أكون عندي مشروع أنتج منه أساعد نساء البلد كل نساء البلد نفس الوضع اللي أنا بوه Tell her that I can see it in her eyes that she will become in 6 months the best engineer of Jordan, the first woman engineer. Tell her. يعني كأنك أنت نسخة عنهم. مروح على هندنا. هذاك ما هذا مروح. وتعدي تروح. Why doesn't she want to go? This is the only training program in the whole world. Where an illiterate woman can become an engineer. Tell her, I'm not giving up. If she can tell me a good reason why she doesn't want to go, I will accept. So I guess we're going to try this other woman. Where are we going? We're heading out to the desert. Well, this village is located kilometers from the Iraqi-Jordanian border. Can you imagine the first illiterate solar engineer of Jordan, who is a woman, coming from a village in the boondocks? That would be fantastic. The reason why Rauvil brought me here is to try a completely different approach that we have tried all over Africa and it has worked. تروحين معها؟ اروح معها اذا اني لحق تقدر تلحق تطلع الجوال صباح دير بالك عليهن دير بالك على امي واهم شيء تامنهن بلا حطب ولا اكل ايوه سلامتك ما ظل يقولون حقود أنا بكرة ودي أسافر للهند أصير بعدين لجيت لأن عندي مهنة ما أخذ علم
أصير أعمل لك دار مثل دار مثل دار قوم مثل دار خوالك. صير عندك دار وغرف إلك، كل واحدة لها غرفة تنامين فين. راي علي جاي أنت تظلن هان عند جدة تنامين عنده. مش تبكي خلاص 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 حلو دربي صراحة ما في لا تقدش شيء. عندي 9 عيال كلهم كبار الحمد لله. أصغر شيء عمره 4 سنين كلهم كبار. ما حد زعلان، كلهم داني أروح أنا، يعني ما حد غيري لا تروحي. تعطينا فكرة مهندس عن الموضوع. يعني احنا طبعا في عندنا مناطق نائية في الأردن تشكو من فقر، فارتأت الوزارة بأنها تتصل مع جهات معروفة في الهند اللي بتقوم بتدريب السكان المناطق النائية على كيفية بناء وتجميع وصيانة أجهزة الخلايا الشمسية وتحويل هذا الطاقة إلى طاقة كهربائية. تغيير المفهوم في المناطق النائية والبعيدة لأنهم يستطيعوا أن يقدموا شيء لهذا البلد. ارفع رأسنا يلا علي مع السلام. يلا السلام عليكم مفقين باي سلام سلام يا دار بهالعز موجود سلام يا دار بهالعز موجود لجل الوفا ملزوم إني أغادر. رابط انت دير بالك عليهم ما ظلم مغرب على تتركهم. كل يوم بكرة عندي زوجي هو عنده عيلة ثانية يجينا احنا احيانا. هو عند النمر 1 لا انا نمر 2 اولادي انا حاملة مسؤوليتهم. لا جد طفي تبغى احسن موضوع احسن اريح طفي بكره مع الشعب خلاص. Come on, Kenya.
Oh, Jordan! Yes, please! Colombia! Namaste! Nasera. Nasera. Ngoye. Ngoye? Ngoye. Ngoye? Yeah. Ngoye. Ngoye. Hadi jumulia jagi. Halo. Kullu halo. Deyei nanu. Alay zodiani. Ini yisei baba. Amelele Kenya. Deyei joya. Yangaye musa. Ini yisei baba. Amelele Kenya. Morning class, you are training for learning by doing, doing by learning. Memory is necessary. Screwdriver. 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 Driver. Driver. This name wire stepper. Wire stepper. Wire stepper. Wire stepper. This name transformer and driver. Transformer. Driver. هذا اللي احنا سوف نركز عليه. So three parts of solar system, solar module, battery and electronics. So all 6 months you have learned and doing together. ليش ما تكتبي الحاله؟ تراعي لها اللوحه وتكتبي. انا بتعلم. والله مذاكرة طبعا يستيري هذا اللي بحدش منها بس طرعي So sun is coming and electricity generate store in this battery This is the blank PCB and all components mount here and soldering here all you by hand الله يسلمك اجي ما طول اجي ما طول طيني جدتك ارجع لي انا المغرب لا والله اجي سلمي على البنات كلهن Remember every time nine colors all identify through color coding all components the banana this zero black
هذا جور بلاك؟ يس. اللو فور؟ يلو. يلو. Estaba bien el capacitor. This color. Musuri. Musa wangu nasema enter India. India ni Musuri. Musa ngine aya. Anapata kelele. Man mai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shukmar khaliya. Bas kan. Bana khala dirdi takhmatan. Ah, tuwan khair ah. Eh. تبقى تروح عندك علينا. ايه. وين متى؟ والله ما اعرف اشوف بس انا اخلي يا بكره يمكن. نمستي. تعبان ما فعلت ربيع ساعدني تعبان نفسي أشوف الولاد أشم الولاد بالصحراء تقدر تستعمله ما في أي مشكلة لأن أنا عندي مشاكل في البيت شايف شلون وأنا قاعد يومي يحكون معي بدل التلفون 10 تلفونات تعالي لعيالك تعالي اطلعي انزلي يعني أنا زهقت زحبوني مشكلة وهذه البنت تظل مريضة هذه عند تضخم لوز أنا ودي أسافر بناتي تبادلن بعدي والله عندي عيالي هم من الدنيا كله على السلام اسف والله معلش والله انا مع اسمعي انا انسان مقسوم الى قسمين جزء مني زعلان بس جزء مني متفهم لانه بنتك ولان اخوك الله يرحمه يعني الهدف من انت روحتك كانت على اساس لما ترجع الى هون نفتح لك المركز ونحطك هناك مديره ومدرسه وتستفيدي بدل ما انت قاعده تاخذي مصاري من هالحكومه تعمليها بتاخذي منهم وتاخذي انت كمان من الجمعيه ان شاء الله مبدر كيف معنوياتها مبدر عنده شويه اهتمام بس مبدر صعب شوي تستوعب
احنا اعتمدنا على الله وعليكي، رادي رجعتي لي. يعني سبب المشكله انا احكي لك الصحيح، البيت. طب البيت شو ناقصه؟ يعني ضروري تكون انت موجود. يعني اي ضروري اني اكون موجوده، احنا على اتفاق انه بدي اقعد سنه، حكيت لما حكيت قلت انا اتفاق صار بيني وبينك. طيب ما في امكانيه له لما ترتاحي تفكري؟ فيش حدا يقدر يجي تتفقي معه يقعد مع العيال وترجعي غاد؟ فكري انت، انا برتب لك علما انه ممنوع، لكن اذا حابه ترجع لرجعك، لكن لا تطولي بالتفكير. صعب والله. انت روقي فكري في الموضوع وانا ان شاء الله افيدك. ها؟ على بركة الله، يلا دير بالك الطريق. ان شاء الله. سلام. أنا قبل شوي ما قدرت أشرح الوضع الرؤوف، يعني خجلت منه شوي، لأني أنا حكى لي جوزي على التلفون، حكى قال إذا ما رجعتي رايح أرمي عليك اليمين وأخذ بناتي. يعني أنا ليش أنا رحت للهند؟ مشان بناتي، بالأخير خسرت. صارت أمي تحكي لي يا ماما أرجع البنات إيش حرام تخسري هنا، يروح يأخذني يتبادلني يشردني، يعني حطن تحت وضع حرج حرج لآخر درجة. ام بدر تشتغل هالساعه باللايت اللي هو احنا نقول الضو والنبه، هم يقولون اللايت يعني لو جولها لو جملها يقدر يولع الضو الدار. طبعا هالساعه احنا غاد الضويه عليه الطبخ عليه، عندنا غاد يمكن بالهند بس كان اللي احنا فوق يطبخوا لنا على الطاقه الشمسيه، الضوء مولعين لنا على الطاقة الشمسية، كل شيء على الطاقة الشمسية، الغاز ما يستهلكون، ولا أحيانا بالليل يسوون لنا عشاء عليه بس يوم تروح الشمس. والله يجي واحد يقول لك نامستي، ايش تقولي له؟ أقول نامستي. نامستي. صورة واحدة بس للرجال. مش تشتغلين؟ لا رح تشتغلين. لا ولا خلص. والله ما خلص. وين الجداحة؟ عندي جديد. وش بلاوة هذه تبدي؟ ليش؟ ليش؟ روح على جدة، أرد أنزل الجرة، روح على جدة، أرد أسوي الجرة. تزينة يلا قومي قومي تزينة، لا ما حد يبكي، خلاص خلاص لا تبكين، خلاص خلاص خلاص. أنت مبسوط لأني رجعت؟ أكيد؟ ولا تمثل؟ ترى أنا شاطر بالتمثيل. أنا حقربكم 10 أيام، إذا ظليتم معي يقود هذا أنا فاضلة قاعدة هنا. من تزعلوني بيت كلمة صغيرة أنا فعلة للهند.
wengine sasa hii kazi ya sola kuunganisha waya na sola. Na unajua hii sola sasa naunganisha tena na taa ile inaitwa lantern. Alafu sasa tunaongea mwisho alafu kiweka jua kwa hii unaingisha taa alafu naokesha. عاوز ارجع للهند. قديش اقول انا اقدر انتج اعمل يعني تلقين انت انا ما القى حد يشجعك. اشجعك بس على الهند ما تروح. ما هو ما اقدر اسوي شيء اذا ما رحت، انا ماني ما اعرف شيء. ودي استوعب اذا ما رحت ومشيت وسعيت ودي استوعب انا. ودي اشوف الناس اللي برا كيف تفكر، كيف تشتغل، كيف انا ودي افكر معهم ودي فكري بالهند. عيال الضبع عيال احسن لمن العيش ببلاد على جهنم. بناتك ما يتحمل صغار صغار ما نعرف نبلش. ما راح اظن صغار بعد شوي يكبرون ويتركني انا. عاد لو كبر انا ودي اكمل تالي حياتي. لو ابونا موظف ما في مشكله. هذه لا شغله. لو انا موظفه ما في مشكله. لو ما في يعني كلنا قاعدين. شايفه اعطوا النهار هو منجضع على فرشه نايم وانا منجضع ونايم يعني لا شو. الفلوس تجي لها رجلين تجي تمشي تجينا وما هو بس انا بهالبلد هذه في فوق 300 واحد نفس الحكايه يعني احنا موقفين معك بس باش نوقف معك باش نستاهل عم ودهم ياخذوني المشروع اتدرب هنا وبعدين انا اجي ادرب الناس ها صح ولا لا؟ ما هو صح ودك تضيعين بناتك عاد خلونا قاعدين ومتقبلي نشرب شاي وندخن بس ما حد يضيع والله أنا برضاكم أول ما أقول لكم سوري أنا آسفة برضاكم بغير رضاكم ودي أعمل ودي أنتج ودي أغير وضع البلد أنت ماخذين عني فكرة أني ولا شيء أضحك سوالف كله حاجي صح ولا لا لا بالعكس أنا راح أوريك مال إنتاج يلا شوف هات لنا نشوف انا مستعد اروح اسحب قرض اذا الحكومه لا اذا الحكومه ما دعمتها ودي اشتغل مستحيل اني اقعد مستحيل حرام حلال ودي اشتغل احج مرتين ثلاثه واروح الحرام بعدنا اذا كل شيء حرام كل شيء حرام يذبحنا الجوعين القرض حرام عاد شو بدي اسوي بكرة عدت كان أني طالع العمان يعني إذا سمح لي عندي هناك استماع مع رؤوف والله ما نمشي حد أنا أشوف اللي من صالحي وأسويه إن كانت تروح وترجع بنهارة وش عليك وانه ساعة سوي بعناية بس أنا رايحة حبله محبله وأنا رايحة هيا واحد جاعد يروح لما أفرقي ما ضيع على طول النهار ويزين ابوي من هنا تهفف في الحالة انا رايحة احضر اجتماع العمان واقسم اقسم بيات الله رايحة للهند وبناتك تريد تخليهن بهالبيت خلهن ما تريد تاخذهن خذهن انا خلاص ودي اعيش حياتي انا لحالي لانك انت ما هي اول مرة اسوي بي يعني غصبا عنك غصبا عنك برضاك انت حر بكيفك انا ما عاد يهمني انا دل بكره تبين من هو اللي يروح ومن هو اللي ضل يروح ولا ما يروح أنا أقوم أكمل هذول. هل على يوم ما أنت زعلان؟ خلا ملك. زيد يلا يلا. Thank you.
مظبوط حقك والله يا عم. امي رؤوف وقولي له عم المسؤولين هاي هي وبناتها. انا بالنسبه لي ماشي بكره من الصبح مضيع للبيت. سكر نفسي المسؤولة هاي. طب ورجعتي وصارت نفس المشكلة المرة اللي فاتت. أم قمر بالوقت الحالي ما عندي مشكلة، المشكلة عند جوزي. بدي ورقة منك ومن جوزي. هذا إذا أقنعت جوزي. جوزك شو بقول؟ جوزي رافض الفكرة. طب أنا أحكي معه هسه قدامك وأفهم منه أنا بدي أخذ قرار. أبدك تحكي أحكي، أنا ما عندي مشكلة. اسمعي ها، بدون ما تحكي اسمعي بس أنا بحكي معه فوق. الله حياك الله وسهلا. والله مشتاق الله يخليك. هسه بتقول لي ام قمر انه انت معيط خليها تطلع على على الهند. قلت لك كيف، ما هو وعد الحر دين. انا قلت لها ها قلت لها انا ما شغلها. او شغل مين؟ شغلها هي. انا بالنسبه لي ام ان شاءالله تقوم بس يصير غادي التليفونات وهذا بدي ارجع. ها هذيك الحاله توقع على ورقه اللي ما في رجعه. انا اسمع بدي اوقعها على كتاب هسه عندي انا بالوزاره. اذا بتروحي بدك ترجعي لما انتهي الدوره بعد 3 اشهر. كويس ما في مشكله. قل له اكيد ما في مشكله. يعني انا ما بدي تتغير رايها ولا انت تغير رايك. انا بالنسبه لي يا ابو صخر والله ما يجيك خطا مني خدمك بعيوني والله. وبعدين انا بدي اعتبر انها موافقه منك انها تطلع على الهند بدون اي مشاكل. والبنات هذول البنات شو بده يصير فيهم؟ خلاص بنات يا عبد الهن عندك مشارك انت. والله انك غانم والله انك طيب. يعني انا بدي اعتبرها هاي خدمة لروف الدباس. والله يا رجل ابدا الهن عندك ابدا وانا سقعد 10 شهور. الله يسعدك اصيل اصيل. أنت يا أبو صخر. الله يخليك شكرا. هذا التليفون لك يعني لأن عارفك قد المسؤولية وقد المهام. الله يسلم. الله يسعدك وسلم. أنا أي تروح اليوم ها؟ اليوم روحة طبعا. ماشي ماشي. على بركة الله. أهلا أبو صخر. هلي هلا. تمام؟ فخليته يفهم إنه أنت ما طلعتي عن طوره، معلش. مزبوط ولا لا؟ خليته يشعر بأنه هو المسيطر مش انتي. معلش مرات أنا بهمني ما هذا الحياة الشرقية تبعتنا الزلمة هو أكيد. معلش معلش أنا انت بس بيض وجهي، انت بس بيض وجهي وأنا مستعد أجيب لك بدل هالخيمة بجيب لكو دار جاهز. أنا رايحة بيض وجهي. أنا والله العظيم لو يأخذوني إلى أقعد سنة سنتين أقعد واحد يصير له طلعة برا وينتفع ويشوف الدنيا وش فيه برا ويتأخر. ساعة ما يطلبونك روحي. لا وفقتي أنت وأبوي إني أروح للهند. إيه كل فيك. أنا أخذت منك كم هالسنة أنا. وين السعف؟ تلهن. ولا ما تخطيها. أدري يوم ما تريد تروح ليش ما قدام الوزير قلت له ما تروحي. مستدري. وأنا قلت لها يوم رحت من هنا سيادة الوزير أنا ما هو سمح لي جوزي أطلع. دق عليه وش قال له؟ قال أنا مسؤول عن البنات. أنا أبداً. أنا ما تروحين تكذبيني هناك تقولين الليان هو اللي جابه. إذا ودك الصحيح والله أنت اللي جبت. والله ما هو أنا. والله أنت. والله ما هو أنا. هرع القبلة. هرع القبلة. كلهم تتصل معه بناتك مريضة. والله ما قلت هي اللي قالت. هرع القبلة. وعادي البنا يريدن يريدون يروحن معي يروحن ما يريدون يظلن عندها. ماني مدور لا على بنا ولا على غيره. خلاص. أنا طال أطع.
يعني استغربت أنا أحيانا صرت أفكر إنه احتمال إنه يجن. جمار نويل مش مبلتي عند النار بردها برد برد وانا طرطور عندك ها خل انت اللي مسوي حالك طرطور انا ما سويتك طرطور انا برضاك وجيت برضاك وجيت بمسيرتك ورديت الشور لك انا رحت قلت للدوله وهم دوله قلت لهم انا مالي شور يعني رجعت كل شيء لك والظاهر اني ما طلعت معك للرقص انجلعي انا عارف ادبر حالي انجل انا ها حبيت أبي أريد أخلال وين أقمر أعطيني خلال مطروق بهذه أقمر أعطيني خلال أريد ديري بارس على الحال ديري بارس ريانا عسل ولا عيب عيب خلاص تجيب لي سلمها منها تجي معها تطول بعد بعد قولي لامك باي يلا قولي لامك باي يلا حكى ودي اخذ البنات وما بعرف ايش قلت له خلاص كل شيء خذوه انا ما ودي شيء يعني يوم شاف اني خلاص ما عندي اي تهديد يوجهه لي ما عندي مشكله ابوه هسا بدينا بها فهمتي ها الدفتر انت ما تقريت ها الدفتر كل المسومات رفيا رفيا all group نمستي نمستي Namaste. 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 Circuit, remember? Yes, yes, معلوم. 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 Forget, no. 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 معلوم يعني. All, yeah, name. Yeah. كباسيتال كباسيتال هيتسين هيتسين شاكيوات شاكويل شاكويل رانديستر فورغيت اس اجين ميكينج اب نيو ميكينج اجين ارلي ها ام اونلي 2 3 مانث ها سرعة هذول ما في مشكلة بالمرة ها اوه انا مبسوطة لاني ولعت اللايت كده كده سيركيت نو بروبلم جود ها ذس بي سي بي ديسايد
حفكر حاشتغل. مش الدفتر؟ لا. لا كذا. ما حكينا من هو رئيس العمل؟ بدر. نو نو. من هو المدير؟ بدر. من المسؤول؟ بدر. صح. وانا وش دوري بالطبخه؟ صح. وثلاث الخلافه دورك عامل عمال. ها لا ما امي وربيع مجلسه. انا رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه. وانا جيت من هناك حتى كان انا المديره. هي سيدي عاد راح الواحد زين هي على الخبره ولا خير. يا اخي ما اختلف تناقر على الخبره هسه. Final exam. So you assemble charge controller. Time is 1 hour only. Need my chasma? Cheating. No good. No good. الدنيا عارفة. بعدين. كمل تخلص ولا ما بين 3 ساعات حتى طلعنا اللوحة. Only half an hour. First, finish the charge controller and up the hand. يعني الإنسان أحياناً يقول أنا أتعود على الحياة مش حياتي. صحيح أنا أطلع معهم وأغني وأضحك. بس هذا واحد يطنش له الدنيا. طنش له. يضل يفكر وراه. يزهق الواحد. ما في حد متريح نفسياً، ما في حد متريح تحس نمشي واحد يضحك ويسوي تحس متريح. ما في حد متريح نفسه. أخ الله يا منى وش ليش؟ Yeah, in the Indian dress.
كيف الزيارة؟ كيف الرحلة؟ أوه مبسوطين لآخر درجة. والله. والله. الحمد لله استفدتوا يعني. الحمد لله. بصير يجيك التلفزيونات وبيجيك الأخبار وبيجي كلهم بس يشوفوا شو هذول يسووا، شو هالثورة اللي عملوها، شو هالثورة؟ إنه إحنا مش بحاجة لحد، إحنا فينا نعتمد على حالنا. بيدربوا الناس. هذه القطع اللي إحنا نركبها. أول دولة في العالم العربي تستطيع أن تقوم بهذا العمل وبتحدي. هلا أبو بدر. حب لامك حب لامك تعال 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 ريحنا بناتك يا يا عكري اهلا الحمد لله رحمه على السلامه لا تبكينا جد معاك لا تبكي خلاص ما عاد ضيعك لا تبكي صبروا صبروا كلكم هدوا جاي هدوا جاي هدوا جاي هدوا جاي وتقديره الكبير جدا اللي ما تقدر بثمن السيدات اللي طلعن على التدريب بمثلوا صراحة يعني فخرنا وإعجابنا فيهم وبيعطينا الثقة مرة ثانية إن الأردنيين لما يحطوا عقلهم برأسهم يقدروا يعملوا المستحيل. بدنا نسمع منك. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتي أنا كنت في الهند أتعلم دورة السلر وأنا لما طلعت أنا لما كنت موجودة هان كنت الستة الأمية اللي ما أعرف شيء ولا عندي أي خبرة ولا فكرت إني يوم من الأيام أجيب الخبرة هذه رايح أغير موضوع الست عندنا في مشية الغياث رفيع الحامد وصيح الرجا وبدر الحامد عادوا اليوم خبراء في مجال الطاقة البديلة بعد استكمالهم البرنامج التدريبي اللي قعدوا ست شهور فوقوا على كل الكلية اللي كانوا فيها كلية البيرفوت كوليج واستطاعوا انهم يرجعوا بهذه الفكرة للأردن وتعلمت شغلات كثيرة لاني انا ما كنت فهمتهن ولا عندي اي معلوم عنهن اللي هي يعطوني لا فاضي لوحة بس فاضية ويعطوني قطع يحكوا لي اعملي لنا لايت من هذه القطع انا اطبق والله حكيت زين يعني ما قلت سويناه قلت عملناه وما ادري ايش الحمد لله شغله ما بها شيء يرفع غير يرفع الراس هذه بالمدرسة جاتس يما نفسي ظل عايشة نفس الحياة هذه صدق ليه؟ خي نفسي ظل مبسوطة إنسان أحسن شيء بحياة والبسط يكون مبسوط عارف معنى للحياة يلا أنت كسر لي حطب حبلا ولا والعنار
شو قلت شو ما حل على والديك شكرا لك وعد نخطط على شو هي الطريقة اللي بدنا نمشي من اليوم لقدام من خلال إنشاء جمعية ما الجمعية لازم تتأسس مشان تتأسس تتطور عرفت علي كيف كم هنا أنت أنا بقترح قبل ما ننشئ الجمعية اللي قاعدين هون يعينوا واحد يكون هو مسؤول أو عن إنشاء الجمعية أو واحدة أنا بقترح أبو بدر يكون هو بده يكون يستلم الجمعية كرئيس أنا للجمعية أنا بفضل أنا ما أنا رئيس الجمعية أنا أدير أنا بفضل أم بدر تكون مديرة الجمعية طيب وأنت الرئيس هذا احنا نجي جمعية بدي اعرف ايش دوري بهذه بالمجتمعات النائية في عندك اجتماعات بتصير للرجال وفي اجتماعات بتصير للنسوان انا حكيت مع كم ست وكلها نحبها يشتغلت او اذا بدك حط ام قمر منسق ميداني ميداني سولف اهل المصلحة كلنا بهالغرفة اهل المصلحة لا كلنا اهل المصلحة يتم انشاء فرع للجمعية الأردنية للتنمية والاستدامة في القرية بده يكون في عنا البدء في عمليات التدريب كيف بدنا ندعي الناس ليجوا على التدريب بس الجمعية مودة دعم رسمي بده شهادة شو بدك فيها الجمعية تدعمني بعدين لو افتح محل مثلا ليش دربوا النسوان وما دربوك ودربوني انا بتعرف ليه والله تمام اسمع انا سمعت العقيد لانه المرأة بتضلها قاعدة شوف صار لك كم يوم شايفة حالها على ربي صارت تحل وتربط ما ادري عليه صار لي 6 اشهر كليت خرا هي لو تدري وش جرى تبهدلت انت انا بحظي هسه يقول لي ما تروح هي من يقدر يمنع المرض لو تدري وش جرى انا على تبهدلنا يا عليان انت لو تدري وش تبهدلنا ترى ما تقول هي والله جرى لنا 6 اشهر بهدله نقص بالحياه الواحد عاد اخر شيء يدشر والله لو جاب يعني شفت النسوان انا اكثرك ما تقول الواحد ولا يدك مشروع مشيت وغير اكمله شغلي انا بعلك مالك ما تقول مثل انا ما تدخلت بحياتك تشتغل تروح تسوي تسوي ما تدخلت بحياتك وانت تدخل بحياتك واهم شيء نقطه التصميم من هي اذا ظلت مصممه هي على الطريق اللي انت تكمله راح تكمله بارادتك عقب 6 اشهر 6 اشهر طلعتي بنويتك عجب خلق الله تضيعين هالساعه فاضيه كل شيء يطير وتجمم من علي فهمشي هذه مو غلط هو من راس والرجل غلط عاد المشكله باتت قديم صدق نصير سبب وين فايز اي ما هي عي ليله تبي كل تفكير شوفي الشغل ولا هو اختاري بخير تفضل في شاشه مشاي بسرعه فوتي اشتغلنا عليه واللوحه هذول الرقم اللي هان والحرف الموجود في ار تركبينه هذا الصح ما في شيء صعب والله احنا اهم شيء نريد نغير بلدنا اكثر من اللي حط فكره بدماغه يحب يغير حياته انا لما رحت من هان تفاجات بالشيء هذا وقلت مستحيل اتعلم الشيء هذا واللي تحب تشارك احنا ما عندنا اي ولا غير الشفايين بحرب احنا الاول اي عادي يما ام بدر لا تقرا ولا تكتب ولا تعرف شيء رجعت مهندسه من هناك تشتغل عندي تتعلم عندي بالمدرسه لما تتعلم وتصير عندك خبره تحب تكمل معي بهالسولر تدخل مثل معلمه تروحين تفتحين مشروع لحالك انا ما عندي مشكله لا بلا ناس النار ما اعرف لا لكن انا هسه عم شفت شغل رفيعه صعب بس راح اجرب راح اتعلم بلكي نستفيد احسن محلج احداك لان عارفه ويا بالارض لا شغله ولا عمل انت عرفت بس تشتغلي لي اي وين اشتغل هذا المطلوب منك تريدين المره والزلمه شيء واحد بعصرنا هذا ما في فرق بين المره والزلمه يجوز يجيك يوم يجيك فكر غير فكرك لا انا ودي اشتغل احنا وش نحصل مهندس كبير بحالك لك راتب شهري تستفيدين شيء كثير ما تتخيلين ايش تستفيدين انت شيء اكيد انت فاهمه وياك على اذا وافق مع الناس اللي من حولي واذا ما راح زلمت معي صار يا سلام الحمد لله على السلامه
الأردني ولا على الشمس.